عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا سراجا نهارا معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا فأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الألبابا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينذر الفخ في الصور فتكتون الأفواجا وسطعت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها لا أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا سجاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا فكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها بردا لغوا لغوا ولا كذابا سجاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون من خطابا يوم يكون الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينذر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم.